بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا لا تحرمنا من رضاك، اللهم اجعلنا من أهل الحكمة التي تقتضي محبتك وتقتضي القرب منك وتقتضي تقديرك أبلغ تقدير الذي يليق بجلالك وعظيم سلطانك. ربنا هب لنا روحا طاهرة وفكرا مستنيرا وعاطفة تباركها بركاتك، واجعلنا من أهل الحلال ظاهره وباطنه، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات وروح. إن شاء الله ربي يعطينا بركات من لدن حتى نعين على فهم آية كريمة من سورة بني إسرائيل، أي إسراء. الآية تقول هي 58: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. مسطورا لما ظناش غير قرار الله، غير تسجيله في الكتاب الخاص به، إرادته كيف ستكون وكي الأشكال التي تأتي من بعد كن فيكون. إذن وإن القرية، أي كل القرى بما فيها أم القرى مكة الهادمة لأعدائها، وهي مكة وهي أول بيت وضع للناس، لأول البيت وضع للناس للذي في مكة، ومكة جاءت قريبة من مكان تعارض أبوينا عليهم السلام حين نزل من جنان. تعرف القصة، ولكن أغلب الناس لا يفقهون مدلولات القصة، لأن القصة ما جاتش هكا في القرآن عبثا، لا، أتت لكي الحكماء يستفيدون منها ويحاولون تبسيط المفاهيم حتى أكثر الناس واعين بتاريخهم الماضي حتى يخشوا حالهم ومستقبلهم. كذلك من أحلى علم النفس المرض، ما يجوش من اللحظة الأولى قل رأيي، ما رأيك في تحليل نفسي الآن؟ يسير ما معناش المؤمن حقيقي، ما معناش يسير ما معناش